هاي جايز، طبعا راح احاول اني انزل فيديوهات كثير. بقول لكم فكرة الفيديو. اول شيء راح نتكلم عن الاشياء اللي انحذفت من روبلوكس. طبعا اشياء كانت كذا من 2016. اول شيء راح نتكلم عن عملة التكس، احط لكم صورتها. طبعا عملة التكس هي عملة مقاربة للروبوكس، يمدينا نحولها من تكس لروبوكس. طبعا كل يوم تعطينا منها واحد، فبحط لكم الحين صورة لها. هذه الصورة طبعا واحد محول التكس يعني روبوكس. فطبعا يعني التكس كان يجيبون منها أعداد روبوكس مرة كبيرة. روبلوكس حذفوها لأنهم كانوا يعني لأنهم يعني كانوا يخسرون كثير فلوس. هذه صورة المتجر التكس، بس الناس طبعا ما كانوا يستخدمون التكس عشان يشترون، لأنه يعني كانوا ما يحبون الأشياء اللي في متجر التكس، فكانوا يحولوها الروبوكس. وحين بحط لكم كمان صورة ثانية. هذه هي الصورة، واحد ب26 تكس حولها واحد روبوكس. طبعا يعني كان مرة صعب، وتحتاجون أيام كثير عشان تجيبون واحد روبوكس من عملة التكس، لكن الناس يفضلون انتظار على أنهم يشترون فلوس. طبعا روبوكس حذفوه لأنهم كانوا يعني يخسرون فلوس وما يحصلون من روبوكس كثير فلوس، لأنه ما كان أحد يشتري يعني أشياء، يشتري روبوكس قصدي. طبعا يعني الآن هم حذفوه عشان يبغون يحصلون فلوس، لأنه زمان ما كان أحد يشتري لأن الأسعار غالية. هاي طبعا استأجروا مدة 4 أسابيع. وطبعا راح أحط لكم صورة ثانية، واحد مستأجر خوذة ذهبية لمدة 2 شهر. هذه هي زي ما انت شايفين بدأ شراء مكتوب رنت، يعني في أشياء كان يمديك تستأجرها وأشياء ما يمديك تستأجرها. فكانوا ما في ناس كثيرين يحبون أنهم يستأجرون، لأنهم يقولون إنه ضياع للفلوس كذا، يضيعون الفلوس هو أساسا بيقعد معهم بس قليل وقت. خلونا ننتقل للشيء الثاني. الشيء الثاني هو المنتديات، فبحط لكم صورة لمنتدى حقيقي من 2016 لين 2017. هذه هي الصورة. بس طبعا روبلوكس حذف المنتديات لأنه واحد يوتيوبر بندوا حسابه روبلوكس. طبعا ما أعرف السبب، ما عندي أي خبر عن ليش بندوا حسابه، ما أدري خرب أو إيش سووا بالضبط. فراح هو متابعينه لمنتديات روبلوكس وهجموا عليها من القهر، خلوا متابعينا كلهم يهجمون على منتديات روبلوكس. طبعا بعض المنتديات علقت. طبعا روبلوكس بندوا حساب يوتيوبر وبندوا بعض حسابات المتابعين. وبس يا جماعة كذا خلصنا الفيديو، وبس باي.